السلام عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وفي حلقة النهاردة هستعرض معاكم أفضل المسلسلات الجديدة تقييما على موقع IMDB، وبالتحديد المسلسلات اللي تم طرحها في سنة 2024. فرجاء ما تبخلوش عليا بدعمكم باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة لو ما كنتش مشترك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحلقة. وهنبدأ قائمتنا من المركز ال 15 بمسلسل جريسيردا، واللي جاي بتصنيف سيرة ذاتية جريمة ودراما. المسلسل مكون من 6 حلقات، وتم عرض المسلسل على شبكة نتفليكس يوم 25/1/2024، والمسلسل حصل على تقييم 7.2 على موقع IMDB. Mafiosa en los Estados Unidos, la madrina. After all that I have been through, I'm not gonna give it away for nothing. ¿Quieres ver que tan puto lejos llego? أما المركز ال 14 فجي مسلسل Under the Bridge، واللي جاي بتصنيف سيرة ذاتية جريمة ودراما. والمسلسل مكون من 8 حلقات، وتم عرضه على شبكة هولو يوم 17/4/2024، والمسلسل حصل على تقييم 7.2 على موقع IMDB. We're the ones we were supposed to protect. وفي المركز ال 13 جه مسلسل افاتار ذا لاست ايربندر، واللي جاي بتصنيف اكشن مغامره وكوميديا. والمسلسل مكون من 10 حلقات، وتم عرضه على شبكه نتفليكس يوم 22/2/2024، والمسلسل حصل على تقييم 7.2 على موقع IMDB. أما المركز ال 12 فجي مسلسل شوجر، واللي جاي بتصنيف جريمة دراما وغموض. والمسلسل مكون من 8 حلقات، وتم عرضه على شبكة أبل تي في بلس يوم 5/4/2024، والمسلسل حصل على تقييم 7.5 على موقع IMDB. Someone once said, tip the world on its side and everything loose lands in Los Angeles. After all this time, is this place starting to turn me upside down? وفي المركز ال 11 جه مسلسل 3 Body Problem، واللي جاي بتصنيف مغامرة دراما وفانتازيا. والمسلسل مكون من 10 حلقات، وتم عرضه على شبكة نتفليكس يوم 21/3/2024، والمسلسل حصل على تقييم 7.5 على موقع IMDB. أما المركز العاشر فجي مسلسل دارك ماتر، واللي جاي بتصنيف دراما خيال علمي وإثارة. والمسلسل مكون من 9 حلقات، وتم عرضه على شبكة أبل تي في بلس يوم 8/5/2024، والمسلسل حصل على تقييم 7.7 على موقع IMDB. I want my life back. وفي المركز التاسع جه مسلسل ماسترز اوف ذا اير، واللي جاي بتصنيف اكشن دراما واثاره. والمسلسل مكون من 9 حلقات، وتم عرضه على شبكه ابل تي في بلس يوم 26/1/2024، والمسلسل حصل على تقييم 7.8 على موقع IMDB. Be with them traversing the air in darkening storms or sunshine fair. I think we may be done. We are going to sit here and take it. أما المركز الثامن فجي مسلسل بيبي رايندير، واللي جاي بتصنيف سيرة ذاتية ودراما. والمسلسل مكون من 7 حلقات، وتم عرضه على شبكة نتفليكس يوم 11/4/2024، والمسلسل حصل على تقييم
7.8 من 10 على موقع IMDb. You indulged her. Oh please. I think you love it. وفي المركز السابع جه مسلسل بوي سوالوز يونيفيرس، واللي جاي بتصنيف جريمة دراما غموض. والمسلسل مكون من 7 حلقات وتم عرضه على شبكة نتفليكس يوم 11/1/2024. والمسلسل حصل على تقييم 7.9 من 10 على موقع IMDb. أما المركز السادس فجه المسلسل الكوميدي تيد. والمسلسل مكون من 8 حلقات وتم عرضه على شبكة بيكوك يوم 11/1/2024. والمسلسل حصل على تقييم 7.9 من 10 على موقع IMDb. Let's do this right. Oh man. وفي المركز الخامس جه مسلسل The Walking Dead The Ones Who Leave، واللي جاي بتصنيف دراما رعب وإثارة. والمسلسل مكون من 6 حلقات وتم عرضه على شبكة AMC يوم 25/2/2024. والمسلسل حصل على تقييم 7.9 من 10 على موقع IMDb. It's a broken world, Michelle. Put together. We can do anything. وفي المركز الرابع جه مسلسل ذا جنتلمان، واللي جاي بتصنيف اكشن كوميدي وجريمه. والمسلسل مكون من 8 حلقات وتم عرضه على شبكه نتفليكس يوم 7/3/2024. والمسلسل حصل على تقييم 8.1 من 10 على موقع IMDb. We are going to become criminals. We're not criminals, Freddy. أما المركز الثالث فجيه مسلسل ريبلاي، واللي جاي بتصنيف جريمة دراما وإثارة. والمسلسل مكون من 8 حلقات وتم عرضه على شبكة نتفليكس يوم 4/4/2024. والمسلسل حصل على تقييم 8.2 من 10 على موقع IMDb. Someone is dead in Rome and Senior Ripley is missing. وفي المركز الثاني جه مسلسل فول اوت، واللي جاي بتصنيف اكشن مغامرة ودراما. والمسلسل مكون من 9 حلقات وتم عرضه على شبكة امازون برايم يوم 11/4/2024. والمسلسل حصل على تقييم 8.4 من 10 على موقع IMDb. Look out at this wasteland. Looks like chaos. There's always somebody behind the wheel. أما المركز الأول وكأعلى مسلسل تقييما على موقع IMDb صدر في سنة 2024 ولحد دلوقتي، مسلسل شوغان، واللي جاي بتصنيف مغامرة دراما وتاريخ. والمسلسل مكون من 12 حلقة وتم عرضه على شبكة هولو يوم 27/2/2024. والمسلسل حصل على تقييم 8.7 من 10 على موقع IMDb. وبكده خلصت حلقتنا، فيا رب تكون القايمة عجبتكم، ويا ريت تشاركوني رأيكم في الكومنتس. ايه اجمد مسلسلات اتفرجتوا عليها من اللي صدرت في سنة 2024؟ وفي النهاية أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.